حقيقة إحنا عندما ابتعدنا رجالا ونساء عن حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، لاحظوا هذا الشقاء اللي نعيش فيه غالبا عندما واحد يبتعد عن القدوة الصحيحة، ما يعرف حياة القدوة الصحيحة، لا يفكر في ذلك، لا يصمم على الاقتداء. شنو النتيجة؟ الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضيقة، هذا مو الواقع اللي يعيشه كثير منا. كلما ابتعدنا عن حياة هؤلاء الأطهار اقتربنا أكثر إلى حياة الكفار، إلى تفكيرهم، عشنا في أجوائهم، نعاني هذا الشقاء.